لا حول ولا قوة إلا بالله. متى يكف الناس عن المساهمة في نشر الشائعات التي لا تجدي نفعا ولا تساهم في بناء الوعي؟ إن هذه الشائعات تمثل مزيدا من الترويع والتخويف، ولعلها تكون من السيئات الجارية تتناقلها الأيدي والهواتف من هاتف إلى هاتف. صدق الله تعالى إذ يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ليس كل شيء يقال وليس كل شيء ينشر، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الحكومات جعلت مراكز للمعلومات الموثوقة ينبغي الاعتماد عليها وترك الشائعات وترويع المسلمين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمنين.